أهلا بكم في ترند. تصدر هاشتاج بقيادتنا نحن أقوى التوب ترند اليوم على تويتر، ونشر المغردون على الموقع صور لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرفقة بكلمات الولاء والانتماء وأبيات من قصائد الشعر التي أكدت مشاعر المحبة لجلالة الملك المفدى، تعبيرا عن الولاء لقيادة جلالة الملك والانتماء للوطن الغالي، ردا على أكاذيب قناة الجزيرة القطرية ومحاولاتها الفاشلة في الإضرار بالوحدة الوطنية في المملكة. نفت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبر حسابها في تويتر المزاعم التي تم تداولها يوم أمس في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الوقود في البحرين ابتداء من اليوم الاثنين. فقد تداول البعض في مواقع التواصل الاجتماعي إن سعر الوقود الممتاز والجيد والديزل سيتم رفعهم بنسب مختلفة، وأكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أن البحرين ما زالت محافظة على أسعار الوقود كما هي عليه دون تغيير. يحتفل الإماراتيون اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى ميلاد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقد اكتظت وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات ملؤها بالحب والولاء، ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تهانيهم لسموه بذكرى ميلاده مستخدمين هاشتاغ محمد بن راشد الذي بلغ توب ترند اليوم في الإمارات العربية المتحدة. مشاهدينا، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، إلى اللقاء.